العلم نعمة، ثموسني نعمة، ولكن العلم يتفاوت بين الناس. مخلفا يمذانا كل يوان ذا شن ترقوات مسني إكسعا تعددت مصادر العلم والمعرفة. هناك مشتركات وهناك مختلفات. المشتركات الأذن أم الزوغ نساعتك يزمر بناد ما دير في ثمو سني صوم الزوغيس مصدر من مصادر المعرفة الأذن، هذا قاسم مشترك بين الناس. يعني ثلاث مسني أي رفذ ومذان سم الزغيس نعمة. البصر مصدر من مصادر التعلم والمعرفة والمشاهدة، أتصن تمثال العلماء سننتن سواشو سالمشاهدة، أما ذي الأسترونومي في علم الفلك، أما ذي الجيولوجي في علم الجيولوجية، أما ذي البيولوجي في علم البيولوجيا، في جميع العلوم أهيني ولا نتبع نشاهد. بالمشاهدة يحمل معرفة وعلما. الدراسة إنسان يقرأ ألف باء عادي، وهذا أمر متاح، والحمد لله الآن نشهد في هذا الوقت كان اللي ما قراوش عنده 70 سنة باش بدأ القراية، ودرك الآن حفظ القرآن كامل. نعود، كان لي إلى غاية 70 سنة حرف ما يعرفوش، ألف ولاش، يقرأ في محو الأمية يولي بالتوازي يحفظ القرآن، يسمع القرآن بعد 12-14 سنة يحفظ القرآن كاملا. وممكن واحد قرأ سنة أولى ابتدائي دخل عمره 5 سنوات وما زال ما حفظش لا القرآن لا غيره. باش نقوله فقط كان عامل الإرادة، حبيت ندير إشارة إلى الإرادة، وإذا عزمت فتوكل على الله، العزيمة. وهنا الاجتهاد، هنا دائرة الاجتهاد كما قال المتنبي الله يرحمه، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وهو القائل أيضا إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. علو الهمة، طلع طلع النيفو نجوم. لذلك نقول للطلبة تاعنا ما ديروش القناعة في القراية، القناعة مليحة في الماكلة مليحة في كسب المال، في القراية لا، القناعة في العلم مرفوضة ماشي مقبولة. قرأ حتى تموت، وماشي غير مربوطة بالشهادة البيام والباك، هذا كلام عادي. كان زمان ما كانش شهادة يقرأ وبرك، ذو كي الشهادة من تمناو أن واحد يرفد الكاغط اسمه الشهادة ديبلوم أرنو ياس المعرفة، هذا هو المطلوب، المعرفة العلم لو كونتون المضمون لو باجاج، هذا اللي مهم أكثر. الكاغط هذا يعني كاغط اسمي سيدا واليس ديبلوم، مانيش نقص من قيمة الكواغط، ولكن لازم نسميها الكواغط، أخطرنا في زمن تقريبا نسكن قيمة الكاغط أكثر من لو سافوار. أنا عامي ثورة إلا وندى النظام، الأمم المتحضرة تعطيله الدبلوم يقول لك ما نستعرفش، أعطيني لو سافوار. تقول أنا ندير البانتور يقول لك أول بيدون دير لي برك البانتور. تقول أنا أرشيتكت عندك انفورماتيك أول أوردينا، ورينا ورينا العبقري المعرفة نتاعك.
وهذا هو الصح في الحقيقة في النهاية. ولكن معليش نجمع بينهما، والأحسن أن نجمع بين هذا وذاك، بين الشكل والمضمون. الدبلوم يكون، ولكن المعرفة اللي لازم يكون عندها قيمة أكثر لازم تكون. هذه استين بانوتاز يعني يرتشيوين بين قوسين. ولكن هذا الشاعر اللي كنت نقولها كذا صاحب همة عالية الفوق الفوق قال لك كذا، قال لك إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وقال آخر كذا المعالي إذا رمت تدركها أسوضا، قال سقفيث وين ذنيوفا، فاعبر إليها على جسر من التعب أتعدد في قنطر الأعثاب إلى قد شرول ثيذي. يا أخي هذا مثل لدن قارزي وين يفغان سكسوس ووذي واسينين مدنا سيذي إلى قد شرو ثيذي. المعرفة العلم، ولكن يبقى علوم البشر، كل علوم البشر قدام ربي لا شيء. ربي قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حذاري، يغتر الإنسان يقول كان عندي العلم وروح بلا عقل، بلا عقل، لأنك مهما تعلمت فإنك تجهل أكثر مما علمت. الشافعي ناس كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. سيمير نغذيث مسني يتفانيد أينور السنغ أكثر بين السنغ، أربيك فيخفيد إناد وفوق كل ذي علم عليم. درجات أن بعد إناد أكن مثلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً.